السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بأحلى متتبعين ومتتبعات. نهار جديد وفيديو جديد إن شاء الله، أفكار جديدة كنتمنى تعجبكم بإذن الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله الأواني ديالك غيوليو شعلو شعيل، كيلمعو الميع. بسم الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله فكرة جديدة ومكون إن شاء الله جديد باش نلمعو إن شاء الله هاد الأواني، سواء عندكم طنجرة أو كسرونة أو براد أو بريق، اللي كان هاد المكون إن شاء الله بلا حكان بلا تمارة بلا ما تبقي هز الهم، كتديريه مع الماء إن شاء الله كينقي لك الداخل ديال البراد كما قلت لكم، يا سواء بريق أو طنجرة أو اللي كان كيحيد هاد اللون اللي كيولي قهوي أو الكالكير، كيحيد الكالكير إن شاء الله، وبلا تمارة بلا حكان كيفما قلت لكم كيوليو المواعن ديالكم او الاواني كيشعلوا شعيل كيوليو كيلمعوا ان شاء الله، غيولي كيشعل بحال داخل بحال برا، كيولي كيشعل بحال كيولي كيبري، لان ملي كنوليو كنطيبوا في هذا البراد او البريق كيتغير اللون ديالو بكثرة الطياب بالكالكير، وان شاء الله ملي نديروا هذا المكون راه جد فعال كيولي نقي وزوين ما شاء الله. هانتوما البنات والعيالات الحادقات على نار مهيله، كندير البراد كما كتشوفوا، كنضيف ليه الماء، هانتوما البنات من بعد ما درت البراد فوق النار ودرت فيه الماء كما كتشوفوا، غنضيف ليه ان شاء الله المكون الاساسي واللي كيرد البراد او الاواني كيشعلوا، خمارة حمراء ديال الحلوى كما كتشوفوا معايا، ها نتوما كتردو كيشعل على نار مهيله كيبقى كيتنقى وهو كيطبخ، وكطلع الكشكوشه حتى لهنايا باش كيتنقى ليا حتى لهنايا حتى الفم ديالو ان شاء الله. هاد العمليه بسيطه ان شاء الله كطرد لكم المواعن كيشعلوا بلا حكان بلا تماره بلا والو بلا مجهود، كنغطي عليه وكنخليه كيطبخ على خاطره باش كيتنقى ليا. ها نتوما البنات كيفيض حتى الفوق وخا تخوى. ها نتوما البنات ناخذ واحد المشوار ونجرب نشوف، ها هو بدا كيحيد، هانتوما شفتو حتى كيتنقى كاملو، هانتوما البنات بدا كيتنقى، نجربوه من هنايا حيت الكشكوشه كلها كطلع حتى لهنا شفتوه. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج والتعليقات المضوبله، وشكرا لكم بزاف، هذا فضلا وليس امرا. هانتوما المشاهدين غادي نشوفوا اللمسات الاخيره، نبداو من العنبوب، شوفوا تبارك الله كي ولا نقي ولا كيشعل كيبري. دابا البراد هانتوما شفتوا كيفاش كان حمر كان فيه الكالكير، ودابا ان شاء الله ولا كيشعل. كنتمنى تعجبكم هذه الافكار ديال عالم عزة الصرغينيه، وان شاء الله انتظروا دائما الجديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الملتقى باذن الله.